نبدأ حلقتنا اليوم من خلال التوابل. ما تقدر تطبخ إلا عندك توابل، لكن بعض التوابل كان سعرها جداً غالي بالعصور الوسطى أو بشكل قديم وايد. يقول لك الجنجر أو الزنجبيل كان من أغلى الأنواع وكانوا يستخدمونه بالحلو، لكن حالياً ما نقدر نستغنى عنه سواء بالطبخ باللحم بالدياي أي إن كان، وممكن يكون مطحون وممكن يكون بشكل نفس البطاط. نقدر نزرعها بالكويت لكن بكمية بسيطة، لكن بغض النظر عن هذه الأشياء كلها حالياً سعره ممتاز وسهل إن نحصل عليه بكل مكان. اليوم الشيف راح نعطيها شيء هي ما طلبتها منه، لكن إحنا سوينا بعض التوابل الناشفة من الفلفل وحبوب دوار الشمس أو عباد الشمس اللي هما الحب الشمسي والبصل الأخضر، عشان إذا ما نحب ريحته ممكن نستخدمه بهالطريقة. يعطيك العافية شيف. هذول التوابل ما نستغنى عنهم ولا نقدر نستغنى عنك، لأن أنت اللي قاعد تزودينا بالتوابل والأشياء هذه والأكلات اللذيذة. إحنا دائما نبدي برنامجنا ونقول القصة هذه القصيرة، لكن اليونان هم اللي اكتشفوا موضوع الزنجبيل اللي كان يعتبر علاج. لكن إحنا قبل أروح الطبق الجانبي نتعرف على شغلة مرة عليك هذه طبعا. حلو، دائما نتعرف على شغلة مطبخية تكون ممتازة تفيدنا بالمطبخ وما نقدر نستغنى عنها حاليا. خلينا نشوف العصارة منو اللي سواها وفادنا بهالموضوع، عشان الليمون ممكن يحرق العيون. طبقنا الجانبي راح يكون عبارة عن دقوس صبار. وإذا قلنا دقوس صبار شنو المفروض يكون يمه؟ يعني شيء فيه عيش، دهن، شيء مربيان، أمور كذي يعني. لازم دقوس صبار في وايد ناس يسوونه، يعني نفسه الصبار ينقلونه انزين، وبعدين يصفونه ويضيفون عليه بس شوية ثوم ومعجون طماط. أنا راح شوي أخفف نكهتها، راح أضيف عليه طماط مقطع حلو والمعجون هم والثوم والماء. مكوناته عندنا كوب صبار حلو، عندنا كوب ماء، حبتين طماطم مقطعين طبعا حبتين صغار، عندنا ربع علبة معجون تقديريا بقفشة من مالة الأكل، ثلاث كفاش حلو، وعندنا ثلاث فصوص ثوم ممتاز، والملح والفلفل الأسود. أوكي، الحين بنحط شوية زيت، بنشوح البصل مع الثوم قصدي مع الطماط، من كثر ما نطبخ بهالبصل مفيد. أوه بالنهاية مفيد، ما نقدر نقول لا. شغلنا الجولة الحين. أوكي، نحتاج زيت. نحتاج زيت. أوكي. شوية. أنا ما أحب الزيت، أخذ الزيت وحط اللي تبينه. أنا أفضل سبراي وايد، بس هني ما ينفع، لازم زيت كذي. بنحط حلو. هنا نضيف عليه طماطم مقطعة. أوكي، أعطيني إياهم، إيش يصير عندك مكان؟ نحط الملح. الصبار هم ما له أتوقع. إي بس ما راح أحط وايد. اوكي، حط الفلفل الاسود عشان ما نبي نغير نكهه الصبار، وما حطيت وايد اشياء عشان ما نغير الصبار. حلو، نشوحهم شويه لما يذبل معانا الطماط صح؟ مو شرط، لان انا بحط يطبخ الحين بالنهايه بيطبخ. انا من اشوف البلندر بس احس انه اي يعني في طحان بالموضوع يعني بلطحن. يلا زين، مو بس المعده اللي تطحن. حلو زين، شنو العلامة اللي أحس إنه خلاص هو؟ طلع هذا شوية ريحة الثوم. بس إنه ريحة الثوم من تبين؟ تبين. الحين أضيف عليها الصبار. اللي هو كميته إيش كثر؟ كوب
كوب حلو. كيس واحد، الكوب عبارة عن كيس واحد. ممتاز. إنزين أنا منقعته بماي حار. إيه. وبعدين صفيته. حلو. حددت النكهة صح؟ أي. طبعا عادي مو شرط مربي يعني ممكن دياي أو شيء بسبار مع كل شيء الدقوس يعني مشهور صح؟ هو أي بس أكثر شيء مع المربي يعني ما نحرق الطبق الرئيسي ما يصير أي. اللي يحب يضيف بصل هم يقطع شرايح بصل ويحطها عادي. زين بالنسبة حق الناس اللي ما تحب هالأشياء ممكن استخدم أنا بودرة الثوم وبودرة البصل وأطلع نفس النتيجة ولا لازم هذه فيها ما حطينا بصل لو أبي أحط اي بس زين فصوص الثوم إذا بستغنى عنهم تروح تنطحن بس خلاص تبي ممتاز احنا قلنا من أول انت قدامنا شفنا بلندر معناته احنا بنطحن صح اي حلو شوف اصبر أعطيني إياهم عشان يصير عندك مكان عندنا كوب الماي هذا نغطيهم خليه يستوي وبعدها بالبلندر مثل ما تشوفون راح اطحنه لان عندنا طماط حباته كبيره حلو والثوم بعد والثوم نفس الشيء ممتاز بس نغطيه خليه يطبخ على نار عاليه تقريبا ما ياخذ وقت يعني تشيبه 8 دقائق 6 دقائق لان الماي اوريدي عندنا حار حلو. وكميته شويه مو وايد والطماطم بسرعه راح يذبل معانا والثوم ممتاز بعدها مثل ما قلت لكم راح نطحنها بالبلندر ويكون جاهز زين نغطي يلا اوكي راح نشوف اخر شيء طبعا هذا كذي خلصنا صح زين شنو تفضلين تاكلين فواكه فريش ولا مجففه على حسب انا احب الاثنين فينهم حلوين واثنينهم فيهم سكريات صح صح بس منو افيد؟ الفريش اعتقد انا الحين ما ادري لازم يطلعون يشوفون تدرون ولا ما تدرون واقول لك تحت الهواء ونكمل عقبها طبقنا الرئيسي. تدرون ان في فرق كبير بين الفواكه المجففه والطازجه لان الفواكه المجففه تحتوي على سعرات حراريه اكثر من الطازجه وذلك لانها تفقد السوائل والحجم في هذه العمليه والحين ببدي معاكم طبقنا الرئيسي اللي هو موش حشو الربيان الناشف إذا قلنا مساع صفار معناته مربيان عقبها تدوخ وتنوم بس عندنا المقادير هني كيس واحد ربيان طبعا أنا قسلته أوكي. ونقعته عشان تقل ملوحته حلو عندنا كوب واحد عيش نص كوب ماش لازم إذا قلنا كوب عيش لازم نصه ماش عدس كذي اللي احنا عندنا حبتين بصل مقطعين مكعبات صغيره شده شبن شده بقدونس وشده كزبره البهارات عندنا بهار المخلوط كميته قفشه او قفشه ونص اوكي عندنا الكركم هم قفشه ونص مكعب الخضار عندنا اثنين والكزبره قفشه ونص حلو وعندنا هني بهار السمك اوكي قفشه ونص واربع فصوص طبعا هذه المقادير البصل نصه باخذه حق العيش ونصه راح اخذه حق الحشو ونفس الشيء الخضره يعني مو كلها راح استخدمها حق العيش النص حق العيش ونص حق الحشو زيت ابي اول شيء بحط لك هناك بعد شوي اول خلصي انت هنا عشان لا ازيد الدهن وايد انا لا حط هناك انا اقول لك اوكي حط شويه بصل هنا بس تبي زين يلا نفس الوقت ما شاء الله نحط البصل هنا يا جماعه ايوه ايه شكرا معنا.
ايه بس الله ما في شيء احلى من كذي يعني. عندنا نص الثوم هني ونصه هني. شكرا لك العافيه. ايه شكرا. والحمص خلص طبقنا مبكر. ايه 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 اكيد بس بطلنا معلومات خلاص. والحين بحمس ال ايش كثر عندنا ربيان؟ ايش كثر نقعناه؟ ياخذ له وقت ساعه ساعه ونص. زين اذا خليته مثلا الصبح ورحت الدوام ووديت وايد صح؟ لا لا عادي احسن بالعكس احسن. حلو. طبعا انا باخذ شويه من كميه ربيان راح احطه هني والباقي عندك. والباقي عندي ها؟ اي عشان بس تاخذ شوي نكهه. حلو. تاخذ نكهه الربيان. احنا الحين بنسوي جدرين مموش يعني منو احسن يعني ولا هني الحشو هني الحشو شو اسمه العيش. ايه انا من شفت هالطابي وانا كنت شاك بالموضوع الصراحه يعني ليش؟ انه في يعني حمسه وفي شيء يعني. مالي نصيب انا هني بمكعب لا لان الحشو اوريدي راح يكون هم بعد مالك يعني. حلو. انا هني راح اضيف ماي اضيف عيش راح تقل ملوحته. حلو. حطينا رشه الكزبره هني ورشه عندك كلها اي حطها كلها يا ورشه كركم شويه عندنا وشويه عندك وبهار المفروض شويه عندنا وشويه عندك مشكوره وهني نفس الشيء يعني سمك شويه عندي وشويه عندك. احنا بدينا الانترو مال البرنامج قلنا ان التوابل شيء مهم ومفيد فشكرا على التوابل اللي قاعد تعطينا اياهم عشان تكون الوصفه ما فيها زفر ولذيذه وممتازه. طبعا شويه شويه عندي كلها ولا شويه؟ لا عادي هذا. يا اوكي بنت ممتازه اصلا ينزل الوزن بعد. يلا يلا كزبره ولا بقدونس؟ هذا بقدونس. اي صح. صح؟ اي من الريحه. انا حتى لو فارمت ما اعرف هذا بقدونس. اي تعود من ريحتهم. اي لا والله انا متعود ليش؟ لما ازرعهم هذا من الريحه. الحين حمسنا. اي بحط عليهم الماش وبعدها راح اضيف الماي اخليه يطبخ بعشر دقائق. وبعدين اضيف عليه العيش. مالي ماشي هني انا بعد؟ لا صار جذب ثاني. لا بس يعني لا انت قلنا الحشو بس مجرد سؤال بس يعني ترى هو اصعب شيء الحشو. الله يعطيك العافيه مشكوره والله متوصيه فيني والله. اصعب شيء الحشو يعني. فهني يحترق الحشو عندي. لا تخربين شغلتي انا قاعد اشوف انه في منافسه يعني. الموضوع قاعد اشوف قاعد تعلين وتحرقين بعدين ما يصير. الحين اضيفه على يطبخ مثل ما قلت لكم 10 دقائق وبعدها اضيف عليه العيش وكذا يكون موشنا خلاص. انتظر عليه شوي 10 دقائق وبعدين راح اضيف عليه العيش اللي مغسول ومنقوع. طبعا الماي راح اقدر الماي انا الحين حطيت ماي شويه ما حطيت وايد. بعد ما اضيف العيش راح اشوف اذا احتاج ماي زياده ولا بس شلون حشونا ممتاز اصلا بس ماكو بخبز ينوكل اصلا يخلى شويه ينشف ما يبي وايد نقطيه نخليه 10 دقائق وبعدها مثل ما قلت لكم اضيف عليه العيش بس نبي مقطات الجدر مصوبه مقطات الجدر اوكي تفضلي هذه اي نغطي بعد نغطي انا اللي عندي خليني اشوف ما يصير يعني انا تعبان فيه يعني قاعد تاخذين بعدين تقولين انت مسويته ما يصير لا لا خليه ينشف كذي شويه انت شو ما ايوه اي خليه شويه حلو وبعد 10 دقائق مثل ما قلت لكم خلينا الماش مع
الربيان الحشو هذا كله يطبخ. الحين بضيف عليه العيش وبعدها نشوف عاد ماينا يحتاج ولا لا. طبعا انا ضقته وطلعنا ناقص ملح فضفنا شويه ملح عليه. بس كان زين حق اللي فيهم ضغط او مثلا ما يقدرون ياكلون، للامانه كان زين يعني. شكرا. حلو. نضيفه من هنا عشان لا ينكب علينا. اي ما يصير. اي اي مو شربته هو. صح. لما تقولين بس. كافي؟ بس شوية. بس كافي. كذي ماي كافي. نخليه يطبخ شوي على نار عالية. عالية؟ اي. لحد ما ينشف معانا بعدها نوطي عليه النار. ويفضل نحط تحته حديده بعد عشان تستوي عدل وبعدها يكون جاهز. وهني حشونا طبعا خلص. لازم الحين نسوي نفس البرامج اللي هي اول ما تبطل هذا. اي الحشو خلص. وموشنا كذي يكون ان شاء الله خالص. كذي خالصين ان شاء الله. نشوفه بش اسمه بالشكل النهائي ان شاء الله. زين شيف، احنا دائما نستخدم اشياء وقلنا فلفل. الفلفل الاسود مهم وايد بالمطبخ. حق اللي يحبه، في ناس ما تحبه صح. بس هو ممتاز وانتقل من مكان لمكان وفي وايد فوائد وفي اشياء ما نقدر نستخدمها الا معاها فلفل اسود. صح. نطلع نشوف تقريرنا عن الفلفل الاسود. عقبها عندنا اليوم حلو ولا عصير؟ كنا عصير؟ كنا موهيتو؟ نشوفه بعدين. الفلفل الاسود نبات دايم الخضرة، متسلق، معمر، يصل ارتفاع إلى 5 أمتار، له أوراق بيضاوية كبيرة وسنابل أو عناقيد من الأزهار البيضاء وعناقيد من الثمار المدورة الصغيرة التي يتغير لونها بتغيير نموها، حيث يتغير من الأخضر إلى الأحمر عند النضج، وتسود إذا تركت بدون قطف. وتعتبر هذه المراحل التي يمر بها النبات إلى أن نحصل على الفلفل الأسود، والجزء المستعمل من نبات الثمار العنبية والزيت العطري. أنواع الفلفل: الفلفل الأبيض، وهي حبوب الفلفل الأسود نفسها إذا نزعنا عن الثمرة قشرتها. الفلفل الأخضر، هي حبوب شجيرة الفلفل الأسود إذا وقع جنينها قبل نضجه. فلفل أكحل أو فلفل أسود، هي حبوب الفلفل الأسود إن تركت الثمرة حتى تجف. وصلنا حق فقرة الحلو، بس اليوم كنا ما عندنا حلو، عندنا عصير استخدموه أو تم الإعلان عنه ب 1990، حطوا إعلان وهمي والناس دشت وراحت تطلبه. آخر شيء شو اللي طلع؟ طلع ليمون بالنعناع اللي هو الموهيتو، لكن الناس تستخدم معاه عدة أشياء. وشنو تحط تحت؟ سيرب. سيرب ممكن أنواع وأشكال، مثلا توت، كرز، أناناس، كل واحد يتميز بشيء. راعينا الرسمي اوف سايت، ما ادري شنو اللي حاطه داخل، بس اتوقع طعمه قريب من الاناناس وجدا حلو. طبعا خلصنا من كيسهم. عندهم شغله جديده، منيوهم اطلبه وانت رايح راح يقول لك غيرنا القانون. غيرنا القانون، تفضلي تشيكي شنو اللي تبينه منهم، يوصلوا لك لي عندك للبيت وعطينا رايك، لان انت اساسا تسوين عصير وشفنا عوار قلب، فاتوقع الموضوع فيه وايد اشياء حلوه. هذا عصيرنا اليوم. انا افضل الازرق، تفضلي اخضر. شكرا. كذي خلصنا موضوعنا، هذا الموهيتو مالنا. زين، محتاجين شنو؟ مرضى الكلى يقدرون يصومون؟ إيه يقدرون يصومون إن شاء الله، لكن خلي يلتزمون ببعض النقاط. أهم نقطة لمرضى الكلى إنه يبقى قبل رمضان بأسبوع أسبوعين يزور الطبيب المعالج له وياخذ نصيحته، بالإضافة إلى الطبيب المعالج له دكتور التغذية اللي عادة يحط النمط الغذائي لمرضى الكلى
دكتور التغذية كذلك يزوره ويأخذ منه بعض النقاط. أنا راح أذكر لكم بعض النقاط، لكن هذه مو كل النقاط الأساسية. تمرة واحدة مو أكثر. راح تقول لي تمرتين ثلاثة أربعة، يقولك لا، اخترب السيستم مثل ما يقولون. لكن تمرة واحدة، نص قلاص لبن، أغذية قليلة بالبوتاسيوم. نحرص أن أي غذاء غني بالبوتاسيوم نحاول نتجنبه قدر الإمكان. اليوم مثل ما شفتوا سوينا اول شيء دقوس الصبار، هذا شكله، وبعدها سوينا الموش اللي حطينا فوق الحشو، طبعا الموش حشو ربيان ناشف. ايه. واخر شيء مع راعينا مهيتو مال اوف سايت. عشان نكون واقعيين، اول شيء لازم نبدل الشيف، نخلي هذا شفات مخذي، هذا يعطيك العافيه، هذا وايد لايق على الموضوع، وايد لايق على القنشه اللي موجوده، زائد احنا راح نشرب الموهيتو، لكن هذا الشيء يحتاج معانا قلاصين يكملون الطغم، شوي لبن مع الموضوع نخليهم هني، وعقبها نقدر نشرب الموهيتو عشان نهضم، لان ليمون ونعناع. تسلم ايدك، ما في خرافات، لان الخرافه اللي موجوده الوحيده هني الصينيه هذه.